السلام عليكم اليوم عندنا كيكه انا متاكد انكم لو تذوقتوها انتم او اولادكم او والديكم غادي تقولوا واو لان هذا الكيك او هذه الفطيره فعلا واو رائعه لذيذه رطبه اسفنجيه غنيه بالنكهه واهم شيء انها سهله في التحضير ومكوناتها بسيطه جدا فلتحضير هذا الكيك الرائع والسهل والبسيط سنحتاج إلى تفاح وعارف الكثير منكم راح يسألوني نفس السؤال هل يمكن استخدام تفاح الأخضر؟ نعم سيداتي سادتي يمكنكم استخدام تفاح الأخضر أنا هنا سأستعمل ثلاثة حبات من التفاح نقشروهم وممكن أيضا تعملوهم بالقشر لو حبيتو ثم نقطعوهم على اثنين ونزيلوا القلب نقطعوهم إلى شرائح وهنا حجم الشرائح مهم جدا فحاولوا ان قطع التفاح تكون رقيقة بنفس الحجم كيف ما في الفيديو هذا هو الحجم المطلوب ما تكون صغيرة وما تكونش كبيرة يعني ما تكونش غليدة وما تكونش رقيقة ثم ناخذ مقلاة صغيرة او طنجرة صغيرة ونضعها على نار متوسطة نوضع فيها ثلاثة ملاعق من السكر وملعقة واحدة من الزبدة ونخلوهم على النار لحد ما تدوب الزبدة والسكر بعد ما تدوب الزبدة والسكر وتخلطوا مع بعض نزولهم من على النار ونخلوهم على جنب نبدأ الآن في تحضير الكيك بالنسبة للكيك ناخدو إناء للخلط سنحتاج هنا إلى بيضتين بيضتين بدرجة حرارة الغرفة والأحسن يكون بيض متوسط الحجم وسنحتاج إلى أربعة ملاعق من السكر أربعة ملاعق من الزيت ياغورت أو زبادي طبيعي عادي بدون نكهة سنستخدم فقط النصف خميرة حلويات أو بيكنج باودر سبعة جرام أو ملعقة صغيرة كوب واحد من الدقيق ما يعادل كاس ونص ديال العنبة من دقيق دقيق عادي المقادير ايضا ستجدونها في الفيديو مكتوبة تحت وستجدونها ايضا في صندوق الوصف بالجرام وبالكوب وبكاس العنبة اول شيء نوضع البيض في اناء الخل البيض يكون حجم كبير واهم شيء انه يكون بدرجة حرارة الغرفة ما يكونش بيض بارد ونضيف عليه السكر كيف ما قلت اربع ملاعق من السكر او نصف كأس عنبة نضيفه الفانيلا والفانيلا هنا يمكن استخدام اي نوع سواء فانيلا سائلة او فانيلا سكر او فانيلا بودرة لو استعملتم فانيلا سكر فقط ساشي واحد ونخفق البيض جيدا اما بخلاط يدوي او خلاط كهربائي وهنا الاحسن انكم تستعملوا خلاط كهربائي لو كان عندكم لو ما كانش تستعملوا الخلاط اليدوي ممكن ياخذ منكم تقريبا عشرة دقائق في الخلط لحد ما يتضاعف حجم الخليط نضيف عليه نصف علبة من الياغورت أو الزبادي زبادي طبيعي أو ياغورت طبيعي تقريباً خمسة وستين غرام ما يعادل ثلاثة ملاعق من الياغورت ضروري ضروري جداً إنه يكون طبيعي عادي من غير نكهات نخلطه الكل جيداً ونضيفوا ربع كاس عنبة من الزيت أو أربعة ملاعق من الزيت نخلطه مرة أخرى واخر شيء عندنا هنا هو الدقيق وخميرة الحلويات نضيفوهم على الخليط القليل بالقليل ونخلطه جيدا لحد ما يجتمع عندنا الخليط ويصبح بهذا الشكل هذا هو القوام المطلوب وهكذا كل شيء اصبحت عندنا جاهزه كل المكونات جاهزه فقط الان نقوم بتجميع الكيك ناخذ قالب كيك او قالب تارت أي نوع من الأنواع المتوفرة عندكم يمكن تستعملوه ولو ما كانش عندكم قوالب يمكن ايضا استعمال قالب الجراتان فهو جيد ايضا انا هنا ساستخدم هذا النوع نوضع فيه خليط الزبده والسكر في الاسفل وندهن الجوانب بالقليل من الزبده ثم نبدا في وضع قطع التفاح بنفس الشكل حتى نتحصل على شكل جميل ورائع في الاخر فهنا حسافت بنصف تفاحة وقطعتها لدوائر وأخذت قطعة واحدة ووضعتها في الوسط والباقي قطعته لقطع صغيرة ووضعته في الوسط أيضا وهكذا طبقة التفاح أصبحت جاهزة كيف ما كتشوفوا هذا هو شكلها شكل جميل وشكل رائع وهذا اللي يخلي الكيك رائع في الأخير ويعطيه منظر وعر بزاف 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 نضيفو عليها خليط الكيك وهنا لو حبيتوا حجم الكيك يكون اكبر فممكن تضاعفوا المقادير ساترك لكم المقادير المضاعفه ايضا في صندوق الوصف ثم ندخلوه للفرن على حراره متوسطه تقريبا 170 درجه او على نار متوسطه والاحسن انكم تشغلوا الفرن من تحت فقط لمده 25 دقيقه ومن بعد ما نخرجوا الكيك نقلبوه في صحن وهذا هو شكله شكل رائع وشكل جميل وحتى لو ما تحمرش عندكم الكيك في الفرن فعادي ممكن تقلبوا الكيك وتدخلوه للفرن مرة أخرى وتحمروه من فوق بالنسبة للتزيين دائما يبقى على حسب ذوقكم ممكن تزينوا فقط بسكر بودرة أو بالكوك أو بجوز الهند أو بمكسرات الأحسن أنكم توضعوا قرقع أو جوز فيتماشى مع مذاق التفاح ويعطيكم مذاق رائع والنتيجة كيف ما كتشوفوا قدامكم الكيك رطب واسفنجي واهم شيء انه بالتفاح وسهل في التحضير ومكوناته بسيطة جدا فضروري انكم تجربوه فنتمنى ان الفيديو نال اعجابكم ما تنسوش الضغط على زر لايك وما تنسوش مشاركة الفيديو لو كنتم اول مرة بالقناة ما تنسوش تشاركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى توصلكم كل الفيديوهات الجديدة وما تفوتوا حتى الفيديو يومكم سعيد سلام عليكم باي باي